نرجع لعبد الله القرني ابو جود. وين وصلنا احنا يا جماعه؟ ترى انا ضيعت الصوت قطر ابشر بالخير. تعوضني عاد قطر حبايبنا وين انا وياكم سوا. يلا عطنا الان تقول قطر والشرقيه احنا ليه احنا بدنا تقول في رحله سياحيه ترى ما نعم. ما سمعوها في برنامج رحلة. طبعا الكلام اللي راح طبعا صعب نعيده لانه تناقشنا في امور كثيره إيه؟ قبل نرجع لموضوع سريع اللي هو عندنا الان خطه قادمه باذن الله راح يكون فيها برنامج كامل في قطر باذن الله للجروب للفريق العمل اللي موجود كامل في قطه ولا في قطر نفسها طبعا في قطه اي نعم في قطه لا في ترتيبات معينه في ما يدرون لا في امورهم طيبه لا تخاف ففي طال عمرك اكسبو الان في الدوحه موجوده الان لمده 6 أشهر اكسبو طبعا معرض كبير عالمي طبعا اي طبعا هو موجود في قطر الان وان شاء الله باذن الله نتمنى القادم باذن الله بيكون في المملكه العربيه السعوديه طبعا في مده 6 أشهر لمده 6 أشهر مده المعرض كامل طويل المدة الان راح شهر باقي 5 شهور تقريبا اي نعم جميع الدول فيه المملكه العربيه السعوديه مشاركه فيه بقطاعاتها متواجده هناك ان شاء الله جميل طيب المشروع انتم الحين انا اتكلم كمشروع مشروعكم انتم طبعا على فكره اختياركم للاسم انا اعتقد انه معلش اسمحوا لنا بس احيانا احنا نختار الاسم لانه دائما وهذه طبعا عند الناس وعند ناس كثير ان الاسم الاجنبي اسهل ويصير عالمي ويصير يعرفونه الناس كلهم بسهوله مع اني انا اقول عندنا اسماء قويه جدا جدا وسهل نطقها حتى في اللغه الانجليزيه الدور اللي تلعبه ابو عبد الله دورك في قضيه هالمشروع مش الدور انت بحكم انك الحين تقول قطر صحيح هل في ناس من قطر مشاركين هل في ممكن تسوون ضمون مجموعه من خارج الشرقيه طبعا هي الخطه باذن الله القادمه انه بيكون على مستوى دول التعاون الخليجي كله ان شاء الله جوله كامله يعني بس مبدئيا في قطر الان عندنا بيكون في طبعا برنامج سياحي كامل المراكز الثقافيه المتواجده في دوله قطر راح يكون في جوله كامله فيها راح يكون في ترتيب ان شاء الله كامل بخصوص المواضيع هذه ان شاء الله مشاهير دوله قطر موجودين طبعا راح يكون في استقبالنا ابو فارس هلا اللي هو مسمى الجيتن انت طبعا جيتن جيتن الهدف احنا حاولنا احنا نبحث لو حطيته جيتو لا جيتو يعني جيتو يعني جيتو لما لا ايش الهدف؟ الهدف نبغى نبعد من المركزيه مثلا المركزيه للاشخاص وذهبنا المركزيه الشموليه للجروب كامل فجيتن يعني المجموعه العشره او 10 اشخاص اللي احنا العشره الاشخاص نمثل هذا الفريق وبالتالي اختصرناه بهذه الكلمه بحيث انه يكون بسيط وخفيف وما يمثل اشخاص بينما يمثل المجموعه بشكل عام فلذلك سميناه جيتن اللي هو المجموعه عشرة. ما سميته بحر مثلا بحر بحكم شرقي لا بحري طيب ابو فارس انا ما ادري ترى احيانا انا سامحوني بس ذكروني ترى انسى احيانا لكن نرجع لابو فارس لان العطور انا بيني وبينك انا ابي لي عطر اسمع كلامي اسمع عليك ابو يوسف سم لا ابو يوسف ما بيضبطني ما عليك خليني اعطيك معلومه ابو تركي